وبعد فأقول هو سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى المدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل عليه السلام نسبته ومنتماه فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه.